الفيديو ده بالتعاون مع برنامج عن السينما، تقدروا تشوفوا القناة بتاعتهم على اليوتيوب من الرابط اللي موجود في الوصف علشان تعرفوا أكتر عن عالم الأفلام. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد هنا على قناة من غير مونتاج. النهارده اعزائي المشاهدين عايز اتكلم معاكم في حاجه كده اهو ليها مصطلح بالانجليزي اللي هو ايه البيت بيف اللي موجود عندي، يعني حاجات كده اهو بتقعد تضايقني لما اقعد اتفرج على اي افلام جايه من عند الغرب كده اهو، سواء بقى كانت افلام جايه من هوليوود، افلام جايه من اوروبا، الحاجات تنزل على نتفليكس، كل الحاجات دي بتضايقني انا كمشاهد عربي. في معظم الاوقات 99% من الوقت لو واحد هيتفرج على مسلسل سويدي والمسلسل السويدي ده هيكون فيه ريفرنس لحاجه عربيه مش هياخد في باله، الموضوع هيعدي عليه كده هو، بس الحاجه دي بتضايقني انا. هو عامه في الافلام عموما في حاجات كتيره صغيره كده بتقعد تضايقني، كنت عملت عنها فيديو قبل كده، ممكن اعمل عنها فيديو تاني في المستقبل، بس المخصصين للفيديو ده الحاجات اللي بتاثر فيا انا كواحد عربي. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، ويلا بينا نبدا. رقم واحد، لما يجيبوا واحد خبير على اساس ان هو ايه الشخص اللي بيعرف يتحدث اللغه العربيه، واول لما يجي يتكلم عيد، كل اللي طالع من بقه عيد عيد بس، يعني اتى بالعيد مجيئا، ما تعرفش تقولها ازاي. اخويا ممكن تساعدني؟ رجاءً سيارتي وقفت. منين انت؟ من بغداد. الفيلم مديله الشخصية اللي هو ده الخبير بتاعنا بيعرف ازاي يتكلم عربي وبتاع كده، هو يجي يتكلم عيد يا رجل عيد. اكتر من مرة بتحصل في الافلام، يعني بجد مفيش ولا واحد عربي في الست موجود يعني عنده الجرأة ان هو يقول للمخرج يا حبيبي، يعني مفيش حد بيتكلم كده خالص. دايما برضو يجيلك اللي هو المخبر راعي CIA راعي مش عارف مين كده، هو اللي قعد مش عارف سنتين في العراق وبيعرف يتكلم عربي، بجد تحكين عليه الموضوع توصل لمرحلة اللي انت تفهم ان في واحد عربي فعلا موجود في الست وهو مخليه يقول الكلام ده يعني بشكل غلط علشان الريفرنس ده احنا بس اللي نفهمه لما يجي نتفرج على الفيلم. رقم اتنين، ودي بتضايقني جدا، لما مثلا يكون عندك مشهد كده هو لعيلة واحدة تمام، ومفروض ان دي العيلة العربية اللي موجودة معانا في الستوري اللي احنا عمالين نحكيها، ونخلي مشهد للعيلة وهي بتتكلم باللغة العربية ونحط ترجمة عشان لازم يتكلموا باللغة العربية عشان ناخد الاوثنتيك اكسبيرينس تمام. يجي لك الاب بتاع العيله تمام بيتكلم بلهجه شاميه كده هو، فتقول اه يعني دي عيله شاميه وكده هو، تلاقي الابن بيرد عليه بالمصري ايش في. يعني انا افهم لما اجي اتفرج على فيلم فرنساوي مثلا ولا حاجه لو في اختلاف في اللهجات انا كواحد عربي مش هاخد في بالي، ممكن اعديها عادي مفيش مشكله. وبالنسبه للاجانب لما يجوا يتفرجوا على اسره عربيه بتتكلم بالعربي مش هيركزوا في اللهجه، هم ما بيقدروش يسمعوا الكلام بتاعنا، كلهم نفس التون بيقولوا هشا ولا بلا، فاه بيقول لك دول عرب المفروض، بس لينا احنا كالناس العربيين اللي فاهمين الليله كلها ما ينفعش بيت واحد كده هو الا لو كان الاب والام من جنسيات عربيه مختلفه، ما ينفعش بيت واحد الاب من الشام ومره واحده الابن من مصر والبنت من الجزائر، ايه اللي حصل؟ ما بيمشيش كده هو الموضوع. المخرج هو قاعد بيشتغل لك كده اللي هو اوكي ساوندز ارابيك انف يلا بينا. رقم ثلاثه، ودي اكيد يعني واضحه، الارهابيين لازم العربي يكون ارهابي والكلام ده. اكتر واحده يعني ضايقتني قوي في فيلم ايرون مان، اول فيلم في عالم مارفل السينمائي، ويعني الناس كتيره اهم فيلم في عالم مارفل السينمائي، الفيلم اللي بدا الليله دي كلها، وانا قاعد بتفرج على الفيلم اول مره، اللي هو انت دلوقتي بتتفرج على حاجه تاريخيه، حاجه هيتعمل بعدها كميه افلام كتيره، وفعلا الافلام دي هتغير الشكل بتاع افلام السوبر هيروز اللي تحصل. ومين اول فيلن يتكلم في فيلم ايرون مان؟ واحد مصري، ومش واحد مصري عادي او واحد مصري جايبين له الديالوج بتاعه من على جوجل ترانزيت كده، لا واحد مصري كح، واحد مصري حقيقي، واحد مصري جدا وبيتكلم بلهجه مصريه صح علشان الراجل فعلا مصري، وانا قاعد بتفرج كده اللي هو واي مان. يا اهلا وسهلا وميت مرحبا بمستر توني ستار. واي مان، الفكره ان كتير مننا بننسى الموضوع ده، ان البدايه بتاعت عالم مارفل السينمائي اتبنت على الصوره النمطيه الوحشه دي في العالم العربي. واللي مضايقني اكتر ان الحاجات التانيه اللي بتضايقني اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو ده اللي هو اللهجه ما تكونش ظابطه مش عارف مين كده اهو، الحاجه اللي مضايقاني ان في فيلم ايرون مان الممثل المصري اللي كانوا جايبينه كان بيتكلم مصري صح جدا، وكل الكلام اللي بيقوله كان صح جدا، فيعني كان
يعني اكتر اكيوريت ريبريزنتيشن لواحد عربي، بس للاسف حطوه في الدور الاستريوتايب السيء جدا بتاع الارهابي. وهنا بقى نروح لاصدقائنا في برنامج عن السينما، هم لسه منزلين حلقه عن الموضوع ده فيها دراسه كامله لتاريخ الصوره النمطيه بتاعه العرب في افلام هوليوود. بتعرف بقى الموضوع بدا ازاي من الافلام القديمه، من اول لما بدا كده هو، وازاي اتطور بمرور السنين. وفي نفس الوقت يعني تقدر تفهم هو ليه المخرجين الاجانب بيعملوا الموضوع ده، هل الموضوع بس مجرد عنصريه، ولا هل هو فعلا جهل عن الثقافه بتاعتنا مش عارفين عنها حاجه، او هل هو في رسائل معينه كده هو قصدين ان هم يخلوا الشخص العربي بالشكل ده. كل الحاجات دي بتتعرض بشكل اكتر من رائع في الحلقه بتاعه صوره العرب في هوليوود. انا مجنون، انا مجنون. انتوا جايين تهرجوا هنا ولا ايه؟ ما صار شيء، ضربة شمس. ايه سانكيك، دونت وري، بنوديه مستشفى ومنراجع. او ماي جاد، ابقوا روحوا شوفوا الحلقة واشتركوا في القناة بتاعتهم لو انتم مهتمين بأي شكل من الأشكال عن الأفلام والعالم بتاع السينما والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، أكيد الشغل بتاعهم هيعجبكم. دلوقتي نرجع للقائمة بتاعتنا. الحاجة اللي أنا هقولها دلوقتي تبان يعني صغيرة قوي، بس في نفس الوقت ليها تأثير كبير جدا، وانا متاكد ان انتوا يعني كل ما الموضوع ده حصل قدامكم في الشاشه حصل لكم كرنج من جواكم كده اهو، لما الكتابه بالعربي تكون منفصله. يا لهوي على الاحراج. بجد مش هتاخد منك اكتر من 30 ثانيه جوجل تعرف ان ازاي في العربي بيكتبوا. الموضوع بسيط يا عم، انت عمال بتمنتج على سوفت وير ما بيقراش اللغه العربيه. الموضوع بسيط جدا، هتنزل بلجن بجد مش هياخد منك دقيقه، بس سيرش كده اهو تايب عربيك مش عارف مين، هتلاقي البلجن ببلاش البلجن، وهيخليك تكتب بالعربي في سواء السوفت وير اللي انت كنت بتمنتج بيه. مش مهم بجد ديفينشي، افيد، بريمي، اي حاجه مش مهم، هتحطه كده وتقدر تكتب بالعربي. انما تكتب لي كده اهو في مسلسل البادجت بتاعته فوق ال 50 مليون، مفيش اي حاجه تانية تتقال هنا، لان الموضوع بجد محرج. رقم 5، البنات المحجبه. حاجه حلوه جدا ان يكون في يعني ريبريزنتيشن كده اهو، او نقدر نشوف بنت مسلمه محجبه في عمل اجنبي، تمام؟ يعني احنا بالنسبه لنا في العرب ويكونوا يبينوها بشكل محترم كده اهو، مش لازم يعني تكون واخده شكل ستيريوتايب ابن لذينه، بس لا، هي بنت محجبه عادي جدا، وسواء بقى هي كانت في مدرسه، سواء كانت في جامعه، كانت في الشارع، كانت في سوبر ماركت، مش مهم، المهم بنت محجبه، هي جزء من العالم كله ولازم تكون باينه، تمام؟ مفيش اي مشكله. امتى بقى يكون في شوية حاجة غلط حصلة؟ تكون بنت محجبة، حجاب مظبوط كل حاجة، ولابسة كات. مامان، it doesn't work like that. يعني ادي البيربس كده هو، انت you defeated the purpose. الموضوع مش كده، الحجاب مش بس السكارف اللي تحطه على وشك، هو مش بس كده هو، يعني كده هو انت بس خليته فعلا ان هو فاشن اكسسوري، فاهم؟ يعني بجد كده زيرو معرفة عن ليه البنات اللي بيلبسوا الحجاب بيلبسوه، فانت بجد you defeated the purpose. انا كمشاهد عربي كده او اي بنت عربية محجبة تشوف الموضوع ده تقول وش قاعد تسوي يا عم، شيله خلاص، مش مهم، خليها من غير حجاب احسن بدل اللي انت عامله ده. واخر حاجه معانا في القائمه، ودي برضو من اكتر الحاجات اللي بتضايقني، فكره الخلط ما بين المسلم وما بين العربي. ايوه كلنا عارفين ان في العالم العربي الدين الاسلامي هو اكتر دين منتشر، تمام؟ الفكره بقى ان الناس يعني بتعمل خلط كده هو، بيفتكروا ان الاسلام هو عرق، فاهم؟ ان ازاي هيز ا مسلم، اوكي طب هيز مسلم، طب الاسلام مش لازم يكون مربوط بعرق معين، فهمني ازاي؟ فبيخلطوا ما بين المسلم وما بين العربي، فيقوم جايب لك مثلا في مشهد كده اهو، برضه لازم يكون ارهابي عشان الستيريوتايب السيء اللي موجود كده اهو، يجيب لك واحد لابس لبس افغاني ويخلوه يتكلم عربي على اساس ان هو ايه، يعني هو اوكي هو مسلم فلازم يتكلم عربي، لا مش نفس الشيء. يجيب لك واحد تبع الديانه السيخيه، سيخ من اللي رابطين شعرهم، يقول لك ايوه تربن، التربن دول اللي بيلبسوها العرب صح، اتكلم عربي يا حبيبي، مش نفس الناس، او اساسا السيخيه ديانه تانية غير الاسلام، مكس كله في بعضه. كان في مقابله للكوميديان ماز جبراني، تمام؟ بيتكلم فيها على الموضوع ده، ان واحد من اول الادوار اللي عملها في هوليوود كان بيعمل دور ارهابي، تمام؟ وارهابي ايراني، تمام؟ بس كانوا قايلين له في الفيلم ان هو يتكلم عربي، وقعد يقنعهم يا اخوان الموضوع ما بيمشيش كده هو، مش نفس الحوار، ما ينفعش كده، بس يقول له المخرج يقول له مشيها مش مهم، هو الناس بس عارفين عربي فلازم يكون ارهابي مش عارف مين، لا
واللي عجبني بقى ان الخطوه اللي اخذها ناس زي ماس جبران ان هو حاولوا يحسنوا الصوره دي بتاعه العرب وبتاعه المسلمين في الميديا الغربيه. وانا صراحه انا شايف ان الحوار ده احسن حاجه ممكن نعملها كعرب، ان نطور من الصناعه اللي موجوده عندنا، نعكس صوره احسن من الحاجه اللي موجوده عندنا، ونفهم الناس كلهم حول العالم ان احنا عرب، احنا عرب. بس الموضوع بسيط جدا، احنا عرب عرق كده هو، تمام؟ مش كل عربي مسلم، ولكن ايوه في كتير من العرب مسلمين، تمام؟ الاسلام هو ديانة، نوضح يعني ايه ديانة الاسلام، وعلشان برضو نهاجم الاسلاموفوبيا اللي موجودة في العالم كله. بس الموضوع كل بساطة، نبطل بقى عم هوليوود لو انت بتتفرج، تمام؟ نبطل من الصورة النمطية دي شوية. ودي كانت كل حاجة عندي اعزائي المشاهدين للفيديو ده. عرفوني ايه رأيكم في الفيديو في الكومنتات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد. ومرة تانية احب اقول شكرا لبرنامج عن السينما، اضغطوا على الرابط اللي موجود في الوصف، روحوا على القناة بتاعتهم، اشتركوا في القناة واتفرجوا على الحلقات، واعرفوهم ان انتوا جايين من طرف ابو اسماعيل. فكرة ان انت تعمل دراسة في موضوع معين جدا والجمهور محدد جدا اللي هم الناس بتوع الافلام، حاجة يعني جدا رائعة ولازم نشجعها. فمرة تانية اضغطوا على الرابط اللي موجود في الوصف، وروحوا اشتركوا في القناة بتاعت عن السينما، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده اعزائي المشاهدين لان ده فعلا بيساعد. وعندنا الميم اوف ذا داي، شكرا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.